مضامين الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري للنواب المحترمين العربي مهيدي، محمد مبديع، عبد القادر تاتو، محمد المباركي، الرشيد بن دريوش، حليمة السالي، محمد صمصان، توريا الشرقي، إبراهيم زركطي، عبد الرزاق فضلي، أمينة الإدريسي إسماعيلي، فاطمة الكحيل، عبد الحق الشفيق، فاطمة مستغفير، الجيد القارح، أحمد قريقش، مصطفى بن شهلة، عبد عزيزة، مصطفى المخنطر من الفريق الحركي. فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدة والسادة النواب المحترمين. في حفل ترأسه جلالة الملك بمدينة أكادير، تقدمت السيد الوزير باستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري، حيث استعرضتم فيها الخطوط العريضة لتنمية قطاع الصيد البحري وأطلق عليها اسم اليوتيس. وبغض النظر عن حيثيات ومنهجية إعداد هذه الاستراتيجية، والتي تحدد توجهات ومعالم مختلف البرامج المقترحة، والتي نجدد التأكيد على ضرورة أن تبقى مفتوحة للمناقشة والحوار في كثير من تفاصيلها وإجراءاتها العملية بما يضمن توازن المصالح الحيوية وإشراك المهنيين في القطاع، نسائلكم السيد الوزير أولاً في مقابل ما تضمنته الاستراتيجية الجديدة من أوراش وأقطاب صناعية كبرى من أجل تطوير وتثمين منتوجات الصيد البحري، نتساءل السيد الوزير حول موقع المشاريع المهيكلة الموازية في قطاع الصيد البحري ضمن الاستراتيجية الجديدة، والتي من شأنها أن تساهم في تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني، وكذا تحديث موانئ الصيد والبنيات التحتية. وهنا كنأكد على تحديث الموانئ والبنيات التحتية، وكذا العناية بأوراش إصلاح وبناء السفن وتوفير المخازن والمستودعات الكافية لنشاط الصيد البحري في موانئ ومراكز الصيد. ثانياً فيما يتعلق باستغلال المخزون السمكي، وهنا اللي جا به الأخ الزميل السي عمارة، كنأكد على المخزون السمكي. ألا ترون السيد الوزير أنه من الضروري ومن الإنصاف إعطاء الأولوية للمجهزين في مجال الصيد وفي نطاق مخططات تهيئة المصايد، حتى لا نجبرهم على المغادرة القهرية كبديل للمنافسة غير المتكافئة؟ ثالثا فيما يخص تشجيع الاستهلاك الوطني من السمك، ألا ترون السيد الوزير أنه من الضروري أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري تحفيزات ضريبية من أجل تخفيف الأعباء والاقتطاعات الضريبية المفروضة على مهني قطاع الصيد البحري؟ وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. تعقيب السيد الوزير. المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، فعلا تشرفت بتقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري اليوتيس أمام صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمدينة أكادير. وكتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع من الناتج الداخلي الخام ليصل إلى 22 مليار ديال الدرهم في أفق 2020 مقابل 8.3 مليار حاليا، ورفع من الصادرات لتصل إلى 3 مليار ديال الدولار الأمريكي مقابل مليار و200 مليون مليار حاليا، خلق ما يزيد من عن 53 ألف منصب شغل ليصبح عدد اليد العاملة 115 عوضة 61 ألف. وكترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة ديال المحاور: محور الاستدامة من أجل استغلال مستدام للثروات السمكية والحفاظ عليها، وهذا وكان كاين هذا المحور هو اللي كيهم يعني هذا الشيء ديال الصيد السري وبالحفاظ على الثروه السمكيه. وكاين المحور ديال الاداء المتميز لا بيرفورمانس، قصد التوفر على قطاع مجهز ومنظم لضمان جوده المنتوج من مرحله التفريخ الى مرحله التسويق. وهذا كيجي في الاجابه ديال السؤال ديالكم، كيفاش يمكن نديروا باش نديروا العصرنه ديال المراكب ديالنا وديال الصيد البحري. وكاين المحور ديال التنافسيه اللي هو لا كومبيتيتيفيتي، يعني باش ندخلوا الاسواق ويكون عندنا مواد فيها ديال الجوده بهدف التوفر على منتوج ذي جوده وتنافسيه عاليه. وقد تمت هذه الاستراتيجيه على 16 مشروع
فيها هي 16 بروجي 16 مشروع و112 الاجراء وكتهم بالاساس المحافظه على التوه السمكيه ورجع لتربيه الاحياء المائيه محركا رئيسيا للنمو. ثانيا تحديث المواني وتجهيزها وتسييرها وفق مقاربه الفاعل الشامل الجلوبال اوبيراتور اللي تعطى لو ان بي اللي غادي تكون عنده واحد الامكانيات بحيث انه الدوله اعطته امكانيات ماليه للاستثمار لاعاده هيكله يعني المباني وليزيكيبمون اللي كاينين داخل المراسي. وكاين بناء ميناء جديد بالجنوب وثلاثه الاقطاب الصناعيه بالشمال والوسط والجنوب. كما كتهم هذه المشاريع مجالات اخرى كالمراقبه تتبع المسار تحيين الترسانه القانونيه المنظمه للقطاع تحسين الحكمه وتنظيم التمثيليه المهنيه. وشكرا. شكرا سيد الوزير. هل من تعقيب سيد النائب؟ السيد الوزير ضيق الوقت بغاديش يخليني نتكلم لانه هذا الموضوع مهم جدا. اللي بقى السيد الوزير لانه كان وعدت المهنيين على اساس انك غتصيفط لهم المضمون ديال الاستراتيجيه للغرف. بغيت نسول السيد الوزير واش صيفطتيهم اولا ما صيفطتيهاش؟ لانه لحد الساعه راه المناقشه ديالها راه ما دارت شيء. حنا الناس المهنيين تيتسائلوا لانه عرفوا غير الخطوط العريضه وحبس وهنا وقفات. اذا لكان ممكن السيد الوزير توفي بالعهد ديالك اللي انت قلتيه لنا في اكادير على اساس انك تصيفط لهم المضمون ديال هذه الاتفاقيه. السيد النائب المحترم وهذا من اجل الانجاح ديالها فقط. السيد النائب المحترم المحترم انه في بدايه هذا الاسبوع مشى يعني لجميع الاجهزه المنظمه كلها مشات لهم يعني واحد لاكوبي من القطاع ديال الاستراتيجيه والباحث استقبلت رؤساء الغرف وتكلمنا الكثير يعني على هذه الاستراتيجيه. والحال الان ان شاء الله ما نساوش بانه دوزنا مرحله قبل ما توصلوا الاستراتيجيه ديال النقاشات وحوارات مع المكتب ديال الدراسات ومعكم. والان غادي ندوزوا للاجراءات ديال التفعيل ديالها واللي ما هي الا نقاش اللي غادي يكون ولكن كذلك خصنا ندوزوا للميدان ان شاء الله. شكرا للسيد الوزير.